ماكو يعني هسه احنا قبل شويه النائب يقول اكو معمل محلي وصار جامع هذا جامع هذاك ما خلى حاجك خير الله بالخير الله بالخير صبحك الله بالخير هذا المعمل تاسس 1963 جمعيه مال البان للمربين نعطي الحليب اسبوع يعطونا فلوس واسبوع يعطونا اعلام هاي الحكي انقرض هسه اجوا بنوا محلات وبنوا الله اكبر اذان زين احنا قليل مكان الاذانات هذا مؤسس من تاسس الفضيلي 1963 تاسس معمل مال حليب عبد الكريم القاسم هو عبد الكريم اسسه هو وهذا الشارع واسس الفضيليه قال هذا يبقى معمل مال حليب وذي الجمعيه مال اعلام احنا كل اسبوع البيطره بصفها دونم بدونم بدونم ذن مؤسسات ومثبتات بغرب بالالبان يا اخي هسه القرض والاعلاف راحت والفلوس راحت وياها قبل كنا ننزل حليب هنا نديرها لهم ويعطونا اسبوع فلوس اسبوع اعلاف هسه هذا الحكي راح منو سوى 70 محل اجروهن وبالوسط الله اكبر هذا قليل جوامع بالعراق وثمان الله